FM. الكلمة ليك. هو بالشعب خانوا الأمانة دكتور. دو توت فاسون هما مسكنات، هما توجدوا شكون يعرفهم هذوما اللي موجودين؟ نسبة كبيرة منهم شكون يعرفها؟ هذوما متواجدوا الا في دون السياج نتاع الباجي قايد سبسي. هل ينفخوا في صدوراتهم توا ويتحدثوا على اساس انهم هما شخصيات وطنيه؟ لو كان ما كانش السوليتيكات نتاع الباجي قايد سبسي ما يتوجدوش. وباجي قايد سبسي توجد السوليتيكات شنو؟ ثلاث سنين والاعلام ينفخ، كل جريده تحلها تلقى تصويره عمك الباجي، الثمانية نتاع الليل تلقى التلفزه محلاه راجل مقربت ما بنو ويقول نامبورت كوا، يولي محلاه الكلام نتاعو ما بنو، عمره ما تكلم تكلمش نهار قالكم شي اقتصاديا باش يعمل في البلاد، قالكمش تي في ا كيفاش باش تولي، قالكمش موارد الدوله منين باش تجي، ما قالكم ثم حكومه خاطر تعمل اربع حكومات، عنده جماعه وعنده فلوس بتجي بثلاثه من برا، هذا قالكم ولا؟ وكان معمل على فلوس الامارات، فلوس الامارات كي تمشى مع النهضه تنحات فلوس الامارات، عملت له اعتصام الرحيل جابته للسلطه ومشات على روحها. هذا اللي لازم التوانسه يفهموه، يفهموا التلاعب اللي قاعد يصير بهم. غياني تامبوسيبل، نحب نقول التوانسه راهو حتى شيء ما مستحيل، راهو احنا عندنا الفكر وعندنا الوطنيه، عندنا الزوز وراهو جايين الى السلطه، راهو مسكروا علينا الاعلام اللي يحبوا عليه، احنا ماشيين للناس قاعدين يشوفوا الباج نتاعنا فيسبوك وراهو النشاطات نتاعنا، قاعدين نمشيو تحفه ساقينه قدام الناس ونوعيو في الناس ونفهموا في الناس من شيره لشيره، وهذاك هو السياسه وهذاك هو اللي تعلمنا، لازم الاتصال المباشر وهذاك باش نمشيو للناس وباش نقنعوهم الناس. الكلمة ليك.